أحبكم في الله، أحبكم تحت من أجله، ولكن لي عليكم يا أهل السنة عدة مآخذ، وأرجو منكم الرد علي بصراحة وضوح. ماشي، تفضل. الأول، أنتم كذا، لكن ليس لكم أهداف ومبادئ واضحة، فما هي أهدافكم؟ جميل. أهدافنا هدف واحد نبتغيه للناس، وهدف واحد نبتغيه بيننا وبين الله. بيننا وبين الله نبتغي إرضاء الله، وبيننا وبين الناس نبتغي هداية الخلق، بس مش أكتر من كده. دي أهدافنا. يبقى أهدافنا عاوزين هداية الناس، ولما عاوز أهديك زي ما قلت، عاوز أهديك حتى يحبك الله، مش عاوز أهديك علشان تمشي معايا في المظاهرات، ولا تشاركني معايا في الانتخابات، ولا تضرب معايا في شكلك، ولا تكون مندوب على صناديق انتخابات، ولا تعمل عزومات في الحاره للناس اللي هيجوا معانا في الموضوع. ابدا، مش عاوز منك اي حاجه ابدا. انا لا اريد منك شيئا، اريد منك ان تكون عارفا بدينك، محبا لدينك، ناصرا دينك، ناشرا دينك، ان تكون على الهدايه، ان تكون على الهدايه. دي الهدف الذي ابتغيه من ورائك انت، والهدف الكلي الذي بيني وبين الله ان يرضى الله تعالى عني. بس دي الاهداف. في حاجه اكتر من كده؟ دي اهداف اهل السنه، ان هم عاوزين يهدوا الناس لمنهج الاسلام، المنهج القائم على سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم.